السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من منبر الرافدين. هذه حلقة خاصة نعرض فيها قضية من أهم القضايا التي تطال حياة المواطن العراقي بشكل عام والسجين العراقي بشكل خاص. طالما تحدثنا عن معاناة السجناء العراقيين القابعين في سجون سرية وعلنية في العراق، ولطالما عرضنا وعرض غيرنا من قنوات فضائية وصحف دولية ومنظمات حقوقية دولية وإنسانية حجم التعذيب والانتهاكات النفسية والجسدية التي يتعرض لها السجناء والمعتقلون العراقيون في السجون العلنية والسرية، ولطالما خرجت ألسنة المسؤولين في العراق لكي تنفي هذه التقارير والمعلومات بكل وقاحة، متجاهلة كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية. هذه المرة وصلنا نداء استغاثة عاجل من قلب سجن التاجي، من رحم معاناة وموت، من قلب سجن شهد ويشهد كل يوم إذلال وإهانة وتعذيب للسجناء والمعتقلين في داخله، والذين لم تكن لتصلنا رسالتهم لو لم يذوقوا أنواع العذاب النفسي والجسدي المختلفة. سنقرأ لحضراتكم بعد قليل جزءا من هذه الرسالة التي تعكس كل كلمة فيها حجم الألم والمعاناة التي يعيشها السجناء في العراق بشكل عام وسجناء التاجي بشكل خاص. مشاهدينا الكرام، اليوم العنوان هو الوسم، وسم أنقذوا سجناء التاجي. هذا هو الشعار الذي نروج له في هذه الحلقة وفي غيرها من البرامج والحلقات الأخرى وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا نسعى أن تكونوا أنتم طرفا في الترويج لهذا الوسم، لعل وعسى أن يكون مؤثرا لدرجة أن تتدخل جهات مؤثرة في إنقاذ حياة هؤلاء المساجين الذين يقبعون في هذه السجون التي تعاني الويلات، ويعانونهم كذلك الويلات جراء السجانين وجراء السلطة الحاكمة الفاسدة باعتراف الكثيرين. مشاهدينا الكرام، سننتظر اتصالاتكم ومشاركاتكم من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، وكذلك من خلال الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم لتتصلوا بنا عبر الهاتف من أجل أن نسمع مقترحاتكم، أن نسمع آراءكم، من أجل أن نوسع هذه الحملة، كذلك نتحدث عن الأسباب والنتائج لهكذا أمور تحدث في العراق. أيضا موضوع الوسم بحد ذاته هي قضية مهمة للغاية أن تنشر قدر المستطاع بكافة الوسائل. سنذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نذكر أن العنوان لهذه الحلقة سيكون هو الوسم الذي نقوم بنشره والترويج له، وكذلك يقوم الكثيرون بهذه الخطوة من أجل أن يوصلوا رسالة هؤلاء السجناء الذين استغاثوا بنا أولا وبغيرنا كذلك من قنوات فضائية أو شخصيات معينة. أنقذوا سجناء التاجي، هذا هو الوسم الذي يروج له الآن، ونحن نسعى أيضا للترويج له بكافة الوسائل المتاحة، وستكونون أنتم وسيلة قوية ومؤثرة من الوسائل التي تساهم في نشر هذا الوسم والترويج له، وكذلك إيصال رسالة آلاف بل مئات الآلاف ربما من المساجين والمعتقلين في سجن التاجي أو غيره من السجون العراقية العلنية والسرية التي تعاني
يعاني بها السجناء من الظلم، من التنكيل، من التعذيب النفسي والتعذيب الجسدي كذلك، وكثير من حالات الوفاة التي تخرج من هذه السجون نتيجة هذا التعذيب والاستمرار بالانتهاكات، وكذلك الحياة المهينة والتعامل المهين الذي يقوم به السجانون مع المسجونين. لدينا أبو مصطفى من بغداد، هو سجين سابق في سجن التاجي المركزي. أهلا بك أبو مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو مصطفى، أنت بالطبع باعتبارك سجين سابق في سجن التاجي شاهد على ما يحدث أو ما حدث في الفترة، نعم، التي قضيتها هناك. هل لك أن تطلعنا على جزء، نعم، من هذه الرسالة المأساوية التي قرأناها والتي ظهرت وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن، نعم، المعاناة التي يعيشها السجناء في سجن التاجي؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا اعتقلت بال 2005 بال 2015، هاي الاعتقال الأخير بلا مذكرة قبض، يعني اعتقلوني يوم 7/12/2016. من رحت للقاضي لقيت الاعتقال مالتي بيوم 18/1/2017 شهر 12 يوم 7. اعتقلوني بالمطار من اشد التعذيب الجسدي والاخلاقي واشكال التعذيب لمده شهر و28 يوم. انا كل شيء ما عندي، فروني على جهة المخابرات، فروني على جهة الأمن الوطني، فروني على جهة الاستخبارات، ما عندي شيء. قال قاضي أنت أفراج. هاي الحقيقة يعني أهلي ما يدرون بي كل هاي الفترة. نعم. نقلوني إلى سجن الرصافة، الرصافة الخامسة. قدرت أن أواجه أهلي، فبعد ما حكيت لهم الوضعية إجاني المحامي أخذوني إلى المحاجر، ظليت شهر بالمحاجر لأن وصلت خبر الأهلي عن طريق سجين طلع. المهم بعدها وما طلعت من المحاجر نقلوني إلى التاجي. طبعا التاجي أول ما تدخل له، التاجي تدخل له من تصعد بالسيارة من التسييرات الرصافة، على ما تصل للتاجي أنت شابع كتل بالسيارة. نعم. الرنكيات، المسبة، يعني المسبة المبشر، يعني ما تشوفهم، يعني سجن العدالة أو العدل، هم اللا عدل نطلق عليهم، احنا اللا عدل، يعني يختلفون اختلاف جذري عن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الباقية. نعم. فكلهم تابعين إلى حزب معين وهو حزب الفضيلة. تباوع المنتسب اسمه ما يعرف يكتبه، تسأل من يا ضابط خفر مثلا نتيجة يعني ضابط أو شيء، ضابط خفر اسمه يعني خالين مدير قسم هو خريج ابتدائي ما واصل. المهم استقبلونا بالتاجي، سموها الاستقبال، قاعة الاستقبال عبارة عن تنزع ملابسك ربني ما خلق ويبدون بيك الكتل الزين، تدخل عليك سوات ويدخلون عليك المنتسبين. طبعا هي منصوبة كاميرات، هم وين ياخذوك؟ ياخذوك بمكان اما جوا الدرج أو بمحاجر، هي الاستقبال محاجر، يعني نعم، الاستقبال مالتهم محاجر. محجر عبارة عن مترين بمترين، بي توالية تكرم وبي صحيات، يا المترين بي 7 إلى 8 9 نوبات نصير تقمص، ماكو نوم أو وقفة، يعني يفترون فوقك إذا سمعوك تحكي ويا صاحبك تتعلق على الباب. قضيت بيها 15 يوم يومية بالليل، يطلعونا بالممر، يرشون الممر زاهي وتايد. يقف منتسب منا منتسب منا، هاي مكان ما بيه كاميرات. نعم. على مود يقتلونا ما حد يشوف، يعني على اساس الكاميرات يشوفها مدير عام، يعني يطلع عليها بانه هاي كاميرات منصوبه ومراقبه، الله اعلم. بلش بينا الكتل والمسبب، تدخل سوات وتدخل الطوارئ وتدخل فظليت بالمحاجر حوالي 28 إلى 29 يوم بالمحاجر قبل لا أنزل للقاعات. التاجي قال لي أقول لك إياها، أول ما الطب يسألك سني لو شيعي؟ لي قدام. أول ما تدخل. أول ما تدخل، أنت سني أو شيعي؟ الجيل الشيعي ابتليت، تروح بمكان تبتلي بيه، والجيل السني البلوتين.
تشبع كتل، يعني تباع هاي الجهه اللي تطبلها شكل، هاي الجهه اللي تطبلها شكل، وهاي الجهه اللي تطبلها شكل. المهم كتبنا احنا سمن يستقبلون هم الكتل الزين، صعدونا للقاحات. نعم. يجون عندهم هم راس يسموها بالقاحات، اليبز الجديد بالقاحات. يظلون كل ساعه يجون عليك التمنيه، مثلا قلت انا من فلان منطقه ابتليت، قلت من فلان منطقه ابتليت، من يا عم بس انا حيوجه لك تهم. طبعا انت ايداع عندهم، يعني لا دعوتك لا شهواتك، يابا انا افراج جاي افراج. هاي ما تاكل عندهم، ما يعني ما يحوفك، انت المهم وجهت لك تهمه اربع ارهاب. انت كافل وانت مفجر وانت 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 كلها موجهه لك. نعم. طبعا نزلت بالتاجي شفت المأساة، شفت ناس يعني معتقلين قبل يعتقلون صدام. نعم. ناس صاروا لها 10 سنين، ناس 8 سنين، ناس 9 سنين. ناس يعني من طبيت بلوتي تحملتها. يعني شفت بلاوي الناس، لقيت الاب ويا اربع ولد، لقيت الاخ ويا ثلاث اخوه، لقيت ناس مربطيهم بدعاوي، يعني ابو بغداد واقلب ترى شلون انت؟ قال هاني جابوني بهاي الغرفه، تعال اعترف على هذا الشخص. هذا الشخص من دياله، انا من بغداد. المهم مأساة. ابو مصطفى، ابو مصطفى انت وحدك، انت وحدك حلقه، انت وحدك عشرات الحلقات. انا شو اسولف لك؟ انا شو اسولف لك؟ تروح اللجان، طبعا اللجان تروح الصليب الاحمر يطب السجن التاجي. الصليب الاحمر عباره عن يمشي وياه امن وطني، والسوات تمشي وياه، ووزاره العدل. ما يقدرون يحجون وياك، مجرد يوزعوا لك تايت وصابون وفانيله. هذا الصليب الاحمر. تطرح لهم مشكله ما يسووا لك شيء، وما يروح الصليب الاحمر، اللي استلمته من عندهم من الصليب الاحمر ابتليت على عمرك. يطبون يخطون التايت ويا الزاهي. يخطون لك الزيت ويا التايت. يفردشون الحانوت مالتك. راح احكي لك على الحانوت، كيلو الشكل ب 5000 دينار. يعني اهلك انت تشتري، تشتري ما هو مخصص لك اصلا، يعني تشتري حقك. صحيح. الشتوك لك انا من الناس كان يجيني وصل 250,000 الوصل مالتي. الوصل يبقى عندهم، ما تدخل فلوس. نعم. الفلوس شو كنت يحتاجوها؟ منو يدي نقلك من فلان قاعه لفلان قاعه؟ او انت عليك حجر كاتبين عليك، يسوي لك دعوة سجنية يسموها، يسعدوك قاضي ويحكموك دعوة سجنية. هاي لغاية هسه، لغاية هاي اللحظة ابو مصطفى، لغاية هاي اللحظة احنا بدنا نتكلم ويا شخص اللي هو حضرتك حاصل على حكم المحكمة بالبراءة. انا ماخذ فراش، طبيت افراج مسافة ماخذ فراج. نعم، هذا كل المعاناة اللي انت بيها وانت ماخذ افراج. تفضل كمل. ماخذ واهلي ما يدرون بي، يعني دروا بي طبيت محاجر شهر بالوصافة وتلكش 89 يوم اجى عيديا اضطعفوا المدير العام مال تاجي استاد نوفل، اضطعفوا اضطعفوا على من؟ على اخواننا الشيعه الجماعه اللي ضاربين موس ما ضاربين موس، واحنا شو يسمونا؟ يسمونا احترازيه خطرين. احنا ما لنا لا عفو لا عندنا تواجه اهلك لا لك طبابه. طبعا اللي يموت صار واحد قدام من الموصل مات، تفلوا بحلقه بفقوا بحلقه ويضحكون علينا، هذا راح ويحرم العين صنفون علينا. نعم. المهم احكي لك على الحانوت. الحانوت ايش بيه؟ بيه شكر وبيه شاي وبيه حط وبيه نساتل وبيه تمر وراشد دبس. قطيته راشد دبس ب 15,000. نعم. الشكر ب 5000 دينار، كيلو الطماطم 5000 دينار. خلي يروحون يسيلون هم الدبس. مي يطوك من الصبح لليل بطل مي. نعم. الصمون يجيك معفن مالتهم. خلي يروحون يشوفون طبخ ماكو. كل القاعه احنا 50 واحد عندنا غلايه. الغلايه قيمتها برا 7000 دينار، نشتريها من الحانوت ب 100,000. وش وقت ما يعجبهم يسحبون الغلايه. جوز اذا عطلت، اذا عطلت بالقاعه. يجمعون منك من الوصل مالتك من غير الاكتظاظ، من غير يطفون السبالة عليك، من غير يعني مو سجن. حتى اليهودي ما سوى مثلهم. حتى اليهودي هسه العقب قدام وزير العدل، حتى اليهودي ما سوى سجونهم، بالذات سجن التاجي
اما حزب الناس اللي يسولفون عليه شلون عايش الناس فيه ما ادري. خلينا بسجن التاجي، خاصة انه جمعية الدفاع عن المسجونين قامت ب ب ب حبيبي لا لا انا اقصد الترويج، لا لا انا بس اسمح لي ابو مصطفى، انا اقصد الرسالة التي خرجت الان تتحدث عن معاناة سجناء سجن التاجي. احنا نريد نفهم تفاصيل اكثر عن وضع الناس الموجودة في السجن. حضرتك يعني الكلام اللي تفضلت به كما قلت لك قبل قليل كلام تنشئ عليه حلقات من برامج كثيرة تتحدث عن هذه المعاناة، وانت شخص حاصل على الإفراج، فالناس الموجودة شنو اللي بداخلهم لما حضرتك التقيت بأناس صار لعشر سنين؟ والله ما شفت مجرم، والله شفت أطفال مخلصين من الأحداث ماخذيهم من 2005 فاهمهم مصريهم للأحداث، الأب بالناصرية والابن بالتاجي، ما شفت مجرماني. أما جماعة اللي جابوهم على أساس دواعش، جابوا جماعة الموصل من النازحين، قلت منين جابوكم؟ قال احنا نازحين اتحررنا وكملنا ويا الجيش احنا ويا الجهاز ولمونا، قام بيناتهم يصعدون المصادر ويلمونا كلهم أطفال، ما شفت مجرم والله. أنا طبيت بروحي وأحكي عن الناس، وأنا أحد الناس اللي عندي ضحايا بالإرهاب. حضرتك قلت في بداية كلامك كلام مهم عن أنه لما ندخل يسألونا أنت سني أو شيعي، يأخذون الشيعة في مكان والسنة في مكان، اشرح لي إياها أكثر. في كل مكان أول ما يعتقلوك سني لو شيعي شنو حشيتك؟ هاي بداية الاعتقال، وين ما تروح سني لو شيعي. طبعا أنا اسمي مميز ما أريد أذكره، مو شبعة كتل. إذا صار زيارة، صارت الزيارة أحد مناسبات يعني وفاة الأئمة أو الزيارة، هاي إحنا نغضب علينا. إذا طق السيارة بالموصل نغضب علينا، إذا انفجرت بفلان مكان نغضب علينا، يعني كأنما إحنا نقود العمليات داخل السجن. يعني ويا كل ذكرى أو مناسبة أو حدث أنتوا ضحية. هاي من كتير قاينين كتير، بس ماني بسمعش بالليل الطب سوات، هاي هسه جت التدخل السريع، انا من كنت شاف سوات، هسه جت الرد السريع يقول لك بعد اغرب، هسه مسكت السجون الرد السريع. نعم. بس بوقت الشتاء سوات من الطب سوات ما ترحم احد، تنكسر تنجرح تنضرب ماكو، طبابه التاجي اثنين، تاجي واحد، طبابه كلها الموجود 800 يودون بس 5 يطلعون للطبابة، ومن تطلع للطبابة شلون؟ بالشمس تقف وكلبك رباعية، ولو ما تطلع أحسن علاج ممنوع لك يجيبوا لك، يابا خليها أهلنا يجيبون، ما تقدر تحكي، يعني أي حق تريد الطالب بيه ما تقدر، مجرد تقعد تتنفس والأسئلة يجيك تأكله تسكت. أبو مصطفى إذا قرأت قرآن ابتليت على عمرك، أبو مصطفى إذا عزنيت ابتليت على ماكو مسؤول، مو مسؤول يعني ما احكي لك على مسؤولين وكذا، اقصد لجنه معنيه بالسجناء تدخل لكم تشوف وضعكم. ماكو تجتني اني بقد ما اجي طبعا، ايش هي اللجنه تجي ويا المدير حبيبي. نعم اللجنه تجي ويا المدير، ما تقدر تحكي، اذا حكيت ابتليت على امرك اللجنه طلعت اشتغل عليك المحجر واشتغل عليك التكييف واشتغل، ما تقدر تحكي. ومن تجي اللجنة تشتغل السبايت ويتنظف القاعة ويوزعوا لك مي، الأكل يتغير، عندهم علم اللجنة راح تطب اليوم، وقصة سجن التاجي ما حد يقدر يطب له، لا مو باص مالهم، أتحدث أنا أحد النواب راح يطب له، أي مسؤول بالدولة راح يطب السجن التاجي وباكر يلتقي بالسجناء ويقصه، أنا أتحداك على الهواء، أتحدى كل النواب والسياسيين. اكو واحد من السجناء والمعتقلين دز رساله لزوجته قبل فتره كاتب بها جمله، بس اسمح لي ابو مصطفى، يعني طالعه رساله من قديم يعني، ومبين عليها بصورتها انه هي منتهيه يعني الورقه مقطعه، كاتب بها جمله انه احنا نفرح او واحدنا يفرح من يجي حكم الاعدام حتى يخلص من العذاب الموجود. والله العظيم أنا بيوم الاعتقال تمنيت أن يقتلوني، يعني يمسك بعرضك
يفتح موبايل يسمعك مرت حيط يقول لك جبنا مرتك راح نسوي ما نسوي. يعني فتحكي ما اقدر احكي على الهواء. وقلت لك انا اسف من برنامجك اتحدى مسؤول او رئيس وزراء يطفش بالتاجر ويبث بث مباشر لهم. وبكل السجون ما يدخل بالسجون مال مركز الشرطه او المكافحات، سجن التاجي بالذات يطب رئيس وزراء وينقل معاناته بتصوير مباشر ويحكي او اتحدى واتحدى حتى الجمهوريه. ابو مصطفى انت كفيت ووفيت، اشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك. طبعا الحمد لله على سلامتك اولا واخيرا، ونتمنى كذلك السلامه لكل الابرياء الذين يقبعون في السجون ظلما والذين جارت عليهم حكومات وسجنون وميليشيات وغيرها والذين اذلوهم واذاقوهم العذاب كما تحدثت، وهو شاهد عيان. أبو مصطفى شاهد عيان وسجين سابق في سجن التاجي كما استمعتم، مأساة. وهو رجل حصل على حكم بالإفراج براءة يعني، وكل هذه الإجراءات التي تتم بعد ذلك يتناسى بها السجان أو المسؤول، مدير السجن، الوزير، رئيس الوزراء، بغض النظر من هو المسؤول عن تطبيق القانون والعدل في العراق، يتناسى بها هذا الحكم الذي خرج من رحم قضاء فاسد، ومع ذلك هو خرج ويتم نسيان هذا الحكم ويتم إذلال البريء بهذه الطريقة. هو رجل مفرج عنه، تعرض للإهانة وللتعذيب وللإذلال بهذه الطرق وبهذه الوسائل، واستمعتم إلى كلامه. لدينا السيدة أم ماريا من بغداد وهي شقيقة أحد المعتقلين، نستمع أيضا إلى قصتها وإلى مأساتها أيضا. تفضل يا أم ماريا. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا بك. والله مأساتي ما راح تختلف عن مأساة هواية ناس. نعم. بس كل اللي أقول أنه يعني أنه يا ريت أحد عنده غيرة، انت شوي خلي نفسه بهالمكان، خلي نفسه بهالمكان، لو كان هو بهالمكان وعائلته تتعرض ظلم واخته تتعرض للانتهاك، انه سوي بيك وافتحوا لك كاميرا ستار داخل البيت تعترض، اسوي هيك باختك، قال على انا فجرت كل شيء، أنا قتلت الناس كلها، بس عفوا حالة يعني أي واحد، لو أي واحد من المسؤولين يخلي نفسه ويخلي ابنه بهالمكان، موقفه شنو؟ نعم. اللي دا نقراه واللي دا نشوفه واللي دا نسمعه والمعاناة الهواية عوائل، يعني ناس أروح مواجهة، كلها بس مي يعني مفاصلين، يعني بس كلين حار الجو ذبي ذبي ما عاد فيش طلع برا، اخويا مثلا كافي تجي واسطات تروح شنو هاي عرف من فلان خابر ما عاد فيش طلع برا، واخذوا كارته ونزلها بالمحشر. والى متى تحكي ويا معاون المدير السجن الناصريه؟ يقول لي شنو جسولفين؟ قلت له اتوقع انسانه عراقيه ذا احتياج عراقي، يعني شنو ما اعرف جسولفين؟ ذا اقول لك عندي كذا شغله، انا عندي نزيل يعني اريد يعني بس شنو تجمعوا لي المواجهه، انا ما اقدر اجي يوميا. يقول لي جسولفين؟ عفوا سلام. يقول لي للمنتسب شو هاي ما ادري جسولفين يعني شو سولف يا نعم. ما عدا الاجتهاد هاي الثمان سنين والضرب والحكي اللي جوي للبيت وقدام عيننا شفناها معروفين. نعم. والحمد لله على كل حال احنا ما نريد انه خدمات لهم شويه، احد يسعى بالعفو العام انه الى متى ناس تظلون ساكتين، العوائل تظل ساكت، الاعلام ساكت، كل ساكت، ناس يعني تعبت نسوان دي يجيبوها على
على ثدي الناس تجيبها على كرسي معاقة يعني إلى متى توصل لهناك نزيلها متوفي من وراء الحر من وراء غيره وغيره إلى متى ناس طلعوا إيه سووا شيء الإعلام النواب ناس اللي استخبتكم يعني شوية حرف نفسكم الناس وصلتكم فهم أنا اسمعوا مأساة شوفوا العالم ايش فيها. نعم أم ماري يعني أشكرك للمشاركة. تحدثت عن جزء أيضا مهم من أجزاء معاناة السجناء وهي ذويهم وكيف لهم أن يروا أبنائهم. أبو مصطفى قال بأنه أنا دخلت إلى السجن عرضت على المحكمة ثم نقلوني إلى التاجي كل هذه الفترة وأهلي لا يعلمون أين أنا، فما بالكم بعشرات الآلاف مئات الآلاف من المعتقلين خاصة بعد التقارير التي تتحدث عن وصول المعتقلين في العراق والمختفين قسرا إلى أكثر من مليون معتقل ومخفي قسرا، فمئات الآلاف عندما نقول لا نبالغ. نستمع إلى رأي السيد وسام من بغداد، تفضل وسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز كيف حالك؟ احنا نشكرك على هذا البرنامج. أهلا وسهلا. حياك الله أخي العزيز. احنا من ننشر مناشداتنا ونكثف مناشداتنا من خص بها سجن واحد. نعم. سجن التاجي أهون من غير سجون. أكو سجون يعني ما حد يعرف مصير أبنائه لمدة مئات الأيام. أوكي. نعم. أكو أي يعني سجن الناصرية 100 يوم إلا تقدر تواجه ابنك. ما تعرف مصيره بهاي الميت يوم وشنو بيه مريض ما بيه شبي ما بيه. نعم. كل هذا الشيء إحنا ما نعرف. سجن الناصرية هو أتعس سجن بالعالم. ماشي. نعم. هذا أسوأ سجون العالم هو الناصرية. إحنا مناشدتنا للمنظمات العالمية بعد ما ناشد لا رئيس وزراء ولا رئيس برلمان. تمام. ناشد منظمات الصحة العالمية بأنه تطلع على هذا السجن. هذا السجن وضع مأساوي وناس بتموت وأهلهم ما يدرون بهم أو ناس موجودين داخل السجن أهلهم ما يدرون بهم. هذا حضرتك تتكلم عن الناصرية. أتكلم عن الناصرية بصورة خاصة وعن سجون العراق بصورة عامة. نعم. نعم. إحنا مناشداتنا لكل منظمات الصحة العالمية أن تشاهد واقع السجون المأساوي. تمام. نعم. هاي كل مناشدتنا احنا ما نخص بها سجن واحد ولا نخص بها سيد وسام. واحد ولا سيد ناشد وسام. عن نعم. عرضنا بحلقات كثر الوضع المأساوي. نعم. في سجون العراق، لكن حلقة اليوم. نعم. هي حلقة خاصة، لا نريد أن نظلم بقية السجناء الموجودين في سجون أخرى، لكن نداء الاستغاثة خرج ليتحدث عن المأساة التي يعيشها السجناء في سجن التاجي، ولذلك انتشر هذا الوسم. خلي بس أكمل حضرتك نقطة مهمة ولك الكلام. نعم نعم نعم. انتشر وسم هاشتاج أنقذوا سجناء التاجي الذي نروج له بهذه الحلقة، ويروج له غيرنا أيضا في صفحاتهم وعلى محطاتهم وكذلك ربما في صحف. نحن ما نسعى إليه أن ينتشر هذا الوسم، إن كان أنقذوا سجناء التاجي يتحول فيما بعد إلى أنقذوا سجناء الناصرية على سبيل المثال وغيرها، لكن دعنا نوصل صوت الناس الذين استغاثوا بنا كمحطة فضائية كقناة الرافدين وبغيرنا. هذا هو الموضوع. لا نظلم ولا ننسى ولن ننسى السجناء الموجودين في أي سجن آخر في العراق إن كانت سرية أو علنية ونوع التعذيب الذي يتعرضون له. بارك الله. نعم. نرجع وياك السجن التاجي. تفضل. أوكي. سجن التاجي راح أحكي لك معاناته بصورة عامة. نعم. ماشي. سجن منعزل عن العالم. كما هو الحال في سجن الناصرية، ماكو أي اختلاف. السجين يتمرض يموت أهلهم ما يدرون بهم. إحنا وصلتنا يعني مناشدات قبل كم يوم قال سجناء اثنين توفوا وأهلهم ما يعرفون بوفاتهم وسبب الوفاة يقولون متوفي مختبريا. هاي نعم. هاي حالة يعني ما أعرف شلون أقدر أوصلها إليك أو لغيرك. هاي الحالة وصلتنا. نعم. ماشي. فإحنا مطلبنا لكل العالم كل العالم إنه أنقذوا سجناء العراق بصورة عامة وليس خاصة. نعم. شكرا. نعم. لكم. أشكرك سيد وسام. نتمنى هذه الرسالة أن تصل. نتمنى هذا الوسم أن يأخذ مداه الفعلي الحقيقي الذي يستحقه.
نتمنى أن يشارك العراقيون الذين ينظرون إلى ما يحدث الآن في بلدهم المدمر المخرب جراء فعل الفاسدين والمخربين والمجرمين كما يقولونهم، نتمنى أن يشاركوا في الترويج لهذا الوسم ونشر هذه الرسالة التي جاءت من رحم المعاناة التي يعيشها السجناء. أبو مصطفى من بغداد الذي اتصل بنا، أقسم لكم لو تركته على الشاشة يتحدث ربما لأيام لن ينتهي كلامه عن المعاناة التي شاهدها لبضعة أيام ربما أو أسابيع في سجن التاجي مقارنة مع من أقضى أو قضى أكثر من 10 سنوات ربما في هذا السجن والمعتقل. أسامة من بغداد يتحدث عن مأساة سجن الناصرية وكيف يتم التعامل باحتقار وإذلال وإهانة وتعذيب نفسي وجسدي للمعتقلين. دعونا نقرأ رسائل وردت على الواتساب. يقول أحد المشاركين: مساء الخير، عمليات التعذيب في السجون العربية عامة وليست العراقية، وإن تعددت أشكال التعذيب إن كان جسديا أو نفسيا هي ليست من صنع السجان القائم على رعاية السجناء، بل هي من خلال مشاهدته أفلام هوليوود. شيء مخزي عندما نشاهد سجين يهان بشكل يتنافى مع حقوق الإنسان في العالم. لماذا لا يتحرك أو تتحرك منظمة حقوق الإنسان في العالم من خلال تلك العمليات القسرية في تعذيب السجناء؟ الجميع مشترك في التعذيب والقتل ضد الكثير من الأبرياء، ولكن لا عين رأت ولا أذن سمعت. والسلام ختام. طيب، نستمع إلى السيدة أم ليث من مدينة الموصل ثم نكمل الحديث بهذا الموضوع، أقصد الرسائل. أهلا أم ليث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نشكر قناتكم. حياك الله أم ليث. لا صحيح، خففتني همومنا، احنا ترانا بمير وما عرفنا غير أنتو. نعم والله العظيم، والله العظيم أفضل المعتقلين لسجن التاجي، لا ملح لا سي، والله ألف واحد بالقاع. نعم نشوفهم شوفين. أنت عندك أحد معتقل أم ليث؟ اي والله عندي ابني والله بالتاجي. والله قبل 6 أيام 4 أيام أنا واجهته، والله مقيدين بالحديد يجيبونهم علياني ما يخلوني، يعني بس رؤوس أصابعي، هو يبوس رؤوس أصابعي، والله والله والله. نعم. وابني اشتباه بالهوية. شلون وضع ابنك أم ليث؟ اليوم صار والله اليوم صار 3 سنين السيطرة أخذوه. بالسيطرة أخذوه؟ والله الحق. اي والله. شلون عرفتي انه هو موجود بسجن التاجي؟ ورا فترة دفعتي فلوس دورتي، شلون عرفتي؟ والله ما عندي فلوس، سنة ونص هو بالسجون السرية. السرايا السلام. سرايا السلام هي اللي اخذته؟ ايه، ولك حين وبالجزيرة تعذيب. يعني بس افهم منك ام ليث، اذا تسمحي لي، سرايا السلام يا اخوي، هي سرايا السلام هي اللي اخذت ابنك اعتقلته؟ ايه بس واحد يعني بسجون سرية. نعم. سنة ونص بسجن سري، بعدين راح للتاجي. لا، كان سجن الرصافة. طيب. وبعدين ام ليث تمالكي اعصابك بس وتكلمي معي بهدوء حتى افهم منك وكلامك يوصل للناس. بعد اخويا السجن الرصافه، ومو سجن الرصافه ودوا على التاجي. نعم. طيب قضيته محامي، قضيه شنو وضعه؟ شنو تهمته؟ تهمته ومقعينه على شيء ارهابي يسوينه. شادني عيوني يقول ما اعرف، يقول عيوني مسدود ووقعوني على شيء ما اعرفه. يعني هو اعتقلوه بدون سبب؟ بدون سبب، الله يشهد عليه، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، بري مثل ما مكه بري من اليهود، اقسم برب الكعبه.
بصموه رأي السلام والهذول الحسد يعني مشتركة بالسيطرة. نعم مشتركة السيطرة. طيب من عرض على قضاء؟ من عرض على محكمة؟ من بعدها ما حكم 20 سنة. حكم 20 سنة. عيوني مسدودة والله. يقول وقعت، يقول أنا ما أعرف عشان هو وقعت من ديك من حكموني قال قبل الصلاة للقضاء أنا محكوم. نعم. أم ليث أنا شكرا لاتصالك، كان الله بالعون. استمعتم إلى هذا الحديث مشاهدينا الكرام. الميليشيات هي التي تعتقل، ميليشيات سرايا السلام ميليشيا تابعة لمقتدى الصدر، والحشد هو خليط من مجموعة ميليشيات تابعة لعصابات وفرق موت، وزعماءها متهمون بالإرهاب ومصنفون إرهابيين دوليين. هكذا تدار الأمور بالعراق. سجن سري، الشاب دخل في سجن سري لمدة عام ونصف العام، وبعد ذلك انتقل إلى سجن آخر ثم استقر في سجن التاجي. تتحدث أم ليث، استمعتم أنتم إلى الكلام. أم أحمد من بغداد تفضلي. أستاذ العراق حاليا صاير ماكو حكومة، ماكو قضاء عادل. إذا القاضي ارتشى، وإذا أخذت الناس بشهادة الزور، وإذا كان الإرهاب اسم الكل عمل، إنسان بريء ما يقدر يثبت براءته إذا هي تجي عليه شهود زور ينحكم. إذا لزم بسيطرة وما دفع فلوس للجهات الأمنية انحكم. تقدم التمييز، التمييز ما ينظر إذا ما أكو إلك واسطة قوية. زين والما عنده واسطات، والما عنده برلمانيين، والما عنده مدراء، شلون يظهر حقه من هاي الناس؟ أستاذ السجون مليئت ناس أبرياء، أغلبها أبرياء راحت نتيجة طمع الحكومة. يعني الحكومة خل تنظر ضباطها شلون تتحقق، شلون المئات قاعد يموت. ما والله العظيم عندنا مسجون بريء مهندس ياخذوه بشهادة زور بتهمة ما هو إلا بها أي شيء، ينحكم ما عنده اعتراف، ينحكم 20 سنة. أستاذ نعم بدون اي تهمه. التمييز يقول احكم على القاضي تيل، قاضي تيل دمر شباب العراق كلها، السيل عبد الله سهر، يحكم بدون ما يقرا الادله، بدون ما يصعد جهود الدفاع. شو اسم القاضي اختي؟ القاضي سيل عبد الله سهر. سير حكم اكثر الناس، حكم اكثر الناس بالارهاب. يدخل على الغرفه مالت اللي يجون اليوم محكمتهم يقول له هذول كلهم اعدام، هذول كلهم ارهاب. هذا قاضي في اي محكمه ام احمد؟ هذا بالرصافه، قاضي بالرصافه. حقوق الانسان جرمته، لكن الاحكام مالته ما نظروا بها استاذ. نعم احكامه كلها ظالمه، خاصه شباب الفلوجه وغيرهم كلهم لبسهم ارهاب. اذا ام ليث تقول انه وقع، نعم ابنها وقع على ورقة ما يعرف هي شنية، انحكم 20 سنة. شباب العراق كلها استاذ. نعم استاذ ما عنده اعتراف ويدخل وعنده شهود، ليش ما تصعد شهوده؟ نحط اقراص ونحط اوراق ثبوتية وكلها من الدولة، من الدعاوي، نجي من نلقاها يوم الحكم نصعد ويا ابننا احنا شهود وبحادثة ومتضررين، ما يسمحون لنا ندخل للمحكمة، تلقى الحكم مبيت. والله شنو السبب؟ والله الطرف الثاني عنده مجموعات مسلحة، الطرف الثاني واسطات عنده يعرف القضاء. أستاذ ماكو عدل وماكو إنصاف. نجي السجون بطل مع المي، يعني بطل مع المي نهار كله ينطونه للسجين. هاي إذا انطوه بهذا الجو الحار راحوا ظلم وراحوا حكام قوية، لكن ما حد ينظر بهم. أستاذ نطالب احنا بالعفو العام، نطالب بتبييض السجون، نطالب بصفحه جديده الشباب العراقي. لمن الطالبين ام احمد؟ منو الطالبين؟ اطالب من جميع منظمات الحقوق الانسانيه اللي بالعراق والخارج العراق. العراق قاعد بنطالبهم لكن ماكو ابن تسمعنا.
اي ليش برايك؟ يعني ليش برايك شو محمد؟ يمنعونكم استاذ ان تزورون السجون. ليش يمنعونكم من التافي؟ اي ليش برايك ما يسمعون؟ اللي دا طالبيهم ليش برايك ما يسمعون؟ لان هم المجرمين الاولين استاذ. هاي مشكلتنا. يدرون بان اكو ظلم ويدرون بان الاحكام قاعد تجي على ناس ابرياء. يدرون شباب العراق اندمر. كلها تلقاها احكام 20 و30 و40 والاعدام وتلقاه ما عنده شيء بريء. اجى بمخبر سري. المشكله حتى الكفاءات حتى الدارسين كلها تعرضت للظلم. استاذ يعني يعني من عنده نقطه يلزمه هو الخاطف يخطف شخص يلزمه بايده عنده واسطه وعنده دفع يطلع بريء ثاني يوم. يجي البريء يدخل يحط افاداته يحط كذا ما يطلع. نعم. لان ما عنده واسطه بالدوله. اشكرك ام احمد. احد ينصره. انا اشكرك ام احمد كنت معنا من بغداد. مشاهدينا الكرام جاءتنا مناشده اخرى الان على خدمه الواتساب من احد المشاركين. يتحدث بها عن سجون اخرى دعونا نقراها. يقول السلام عليكم. اريد اناشد اهل الغيره والشرف بقضيه السجناء اللي يتعذبون بهالسجون واقول ترى ما يصير هذا الضرب والتجاوز عليهم، يعني اتمنى منكم مراجعه مكافحه المنصور. سجن مكافحه المنصور. مركز حطين تحديدا. يعني هيك تعذيب الله اكبر، يعني حتى الضباط وهم مخمورين يعذبون السجناء. اتمنى منكم عرض هذا الموضوع. وايضا اكو شباب بمركز الدوره مركز الحضر مخليهم امانه عندهم وكل شيء يسووهم او يسوونه لهم بفلوس. يعني الزباله يذبوها بفلوس، ما يشرب بفلوس. هذا يتحدث عن قضيه الابتزاز التي يتعرض لها السجناء. الزباله يذبوها بفلوس، ما يشرب بفلوس، ما يسبح بفلوس. بعض العوائل فقرة ومتعذبين حالهم بالضيم، كل أسبوع يراد لهم أكثر من 100,000 على مود المي والنفايات. يعني ما يصير عراقي يعذب عراقي هذا العذاب. يعني هو السجن حتى يصير لعبرة مو يموتهم. أتمنى منكم مو بس على سجناء التاجي، أيضا سجناء بغداد، سجناء مكافحة المنصور مركز حطين دي يعذبوهم عذاب إسرائيل، دي يعذبوهم عذاب إسرائيل ما مسوينه. يعني عراقي يعذب عراقي هيك عذاب الله لا يوفقهم. طبعا يعني وسام من بغداد تحدث عن الناصرية، أم ماريا تحدثت عن الناصرية، أبو مصطفى تحدث عن التاجي، أم أحمد أم ليث عفوا تحدثت عن سجن التاجي. الآن رسالة عن سجون ومعتقلات في بغداد. صدقوني مشاهدينا الكرام هذا الموضوع كبير للغاية وملف شائك للغاية. مهما حاولنا أن نطرح كل قضية فيه لن ننتهي، لأن المعتقلين يقدرون بمئات الآلاف والتعذيب لم يتوقف. الظاهر هو نظام ثابت، يعني لأن كما استمعت إلى أو كما قرأنا قبل قليل نظام الابتزاز الموجود في السجون، الماء بثمن، النفايات أن ترمى بثمن، حقوقك أنت كمعتقل تشتريها. يعني المخصصات التي تذهب إلى السجناء المخصصة من الدولة أن تذهب إلى السجناء ليتمتعوا بها كنوع من أنواع الجزء بسيط من حقهم بالحصول على جسد نظيف وبيئة نظيفة ينامون عليها أو الأكل النظيف الذي يأكلونه، هذا كله بثمن تؤخذ منهم عندما تأتيهم وبعد ذلك تباع لهم بأسعار سياحية أعلى من ذلك أيضا. دعونا نقرأ. طيب معنا أحد المشاركين سيد محمود من الموصل وهو والد أحد المعتقلين كذلك. تفضل سيد محمود. نعم. تفضل حياك الله سيد محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي أنا ابني وقت التحرير طلع من الموصل، طلع من الموصل ابني وقت التحرير من 2017 طلع في الإنصار. نعم. أسمعك سيد محمود. أخوي يا
اخذوا ابني والله ما اعرف وين ودوه، ما اعرف من صار التحرير، طلعوا وعائلته ومرته واطفاله صاروا بالشارع، جابوا اخذوه ابن اسمه عمر. اخذوا ابنك لان اسمه عمر؟ اسمه عمر، ابن اسمه عمر واخذوه. ما تعرف وين سيد محمود؟ والله لحد الان لا اعرف وينه، لا اعرف شكله، لا اعرف مفقود، لا اعرف سبحانه، والله ما اعرف من 2017 لحد الان. طيب تعرف من اللي اخذوه؟ لا والله ما اعرف. حاولت تسال؟ والله ما خليت مكان، يقولوا والله ماكو شيء اسمه عمر، ماكو شيء اسمه. اللي اخذوه، اللي اخذوه انت تعرفهم ان هم تبع الحكومه لو جهه ثانيه؟ والله ما اعرف، ميليشيات ما اعرف، حسين والله ما اعرف، جيش ما اعرف، والله ما اعرف. بس المنطقه اللي اخذ منها، المنطقه اللي اعتقلوه بها منطقه ما بها داعش؟ ما والله ما بها داعش، يم الجوجل دي عبره خطيه، هو وعائلته والعوائل كلها عبرت. يعني بشكل او باخر جهه تابعه للدوله. اي نعم جاي تابع للدوله، ما نعرف وين صار وين ما صار. كان الله بالعون سيد محمود، كان الله بالعون. اشكرك اشكرك المشاركه، اتمنى 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 بارك الله بك، اتمنى صوتك ورسالتك ومناشدتك ايضا توصل. لسبب طائفي بهذه الطريقه تم اعتقال ابنه. نقرا سريعا فقط الرسالة القادمة. أبو حسام النعيمي من بغداد: تحية لحضرتك أستاذ محمد، لكل كادر قناة الرافدين. لا يوجد في العراق سياسي أو برلماني أو معمم سلطة شريف، كلهم مجرمين. رسالة لدينا تقول: السلام عليكم أستاذ محمد، أقسم بالله ربع رجال الموصل بالسجن تحت الأرض في مطار المثنى، أهل الرزازة الفلوجة الأنبار صلاح الدين وقسم من بغداد في جرف الصخر موقوفين. لدينا رسالة أخرى: السلام عليكم، القاضي سهيل حكم ولدنا ظلم، ابني طالب كلية وما عنده شيء، تهم سرقة. طبعا هاي السيدة أم أحمد كانت، ابني اسمه عمر علي. طيب مشاهدينا الكرام، نتمنى من شاهدنا ويشاهدنا وسيشاهد الحلقة فيما بعد عندما تعاد، ونتمنى عندما يشاهد أي واحد منكم الوسم الذي يظهر على الشاشة أو الذي يظهر في وسائل التواصل الاجتماعي أو الذي يروج له هنا أو هناك، سواء من خلال قناة الرافدين أو من أي منصة، من أي منصة أخرى إن كانت إعلامية أو إن كانت إلكترونية، نتمنى أن يتفاعل معه. مئات الآلاف، يعني أكثر من ذلك الرقم، أضعاف ذلك الرقم من العائلات التي لديها أفراد اعتقلوا بلا ذنب، كما استمعتم إلى هذه الروايات أو جزء من حقيقة ما يعيشه العراقيون. نتمنى أن تكونوا طرفا في التخفيف عن هؤلاء المعتقلين بالضغط على هذه السلطة عن طريق الترويج لهذا الوسم، الذي إن شاء الله أن انتشر سيصل إلى جهات عالمية عربية ودولية كذلك. نتمنى إن كنتم فعلا من تتصلون بنا، أو إن كنتم فعلا من تشاهدوننا ولديكم رغبة في تغيير الوضع القائم في العراق، أن تساهموا بهكذا أمور لتكونوا طرفا مشاركا، إن لم تكن بحراك ومظاهرات فستكون عن طريق الإنترنت. هو أمر ليس بمستحيل وليس صعب أن يروج لهذا الوسم بهذه الطريقة، لكي ننقذ مئات الآلاف من المعتقلين الأبرياء الذين دخلوا في السجون ظلما وزورا. بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.